ومتابعة رياضتنا رياضة الهجن هنا من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. ننطلق مع البداية، نسير مع أول التحديات، حاملين هذه الانطلاقات مع هذه الشعارات المتميزة والتي تحمل مفاجآت تقدمها لعالم الأصايل في هذا السن، هو سن اللقاية. نبدأ مع البداية، نسير مع أول التحديات، نتابع المركز الأول، وهنا السايحة التي بدأت. نبدأ مع هذه التحديات، نبدأ الخيلي بينما المركز الثاني، السايحة على المركز الثاني لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث هناك نعود مع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير مضمرها، والمركز الرابع هنا الصريدية على المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الخامس مباشرة إلى منحاف في خامس المراكز لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما تنضم آخر الإشارات، آخر التحديات، آخر المسارات. الله 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 الله، كما أتابع كما ألاحظ هي السايحة الصريدية في المركزين الأول والثاني في هذه اللحظة تندفع هنا انطلاقة العاصفة إلى المقدمة إلى الصدارة والمركز الأول، حاملة كل هذه القوة، حاملة كل هذه الإثارة، حاملة كل هذه التحديات. السايحة جولتها السياحية تنتهي بناموسي المركز الأول والتحدي الأول والانطلاق الأول. الله، السايحة هناك في المركز الأول وفي المركز الثاني، نجد الصريدية وتنضم من حافلة ثلاثية العاصفة في هذه الانطلاقة التي ينتهي ويقترب هذا الشوط من نهايتها. التهنئة والناموس هنا في هذه اللحظات لهجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهنئة لواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدي الذي أطلق مع هذه البوارج قوة التضمير هنا لتصل السايحة في المركز الأول والصريدية في المركز الثاني وفي المركز الثالث من حافل لهجن العاصفة. المركز الثالث هنا نصيبة أو المركز الرابع لهجن الرئاسة، وفي المركز الخامس الطيارة لهجن الرئاسة. هذه المراكز الأولى التي انطلقت في هذا الشوط مع هذه البداية والعودة إلى مقدمة الانطلاقات، مقدمة التحديات. ما شاء الله وتبارك الله، هي البداية 6 دقائق 3 ثواني جزئين من الثانية. السايحة تقود هذه الرحلة السياحية للأول الأشواط في هذا المساء مع هجن العاصفة. المركز الثاني ذهب إلى الصريدية في المركز الثاني 6 دقائق 3 ثواني 8 من الأجزاء من الثانية أيضا لهجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير، تهنئة والناموس. والمركز الثالث تعود منحاف مع هذا الاندفاع مع هذه التحديات في هذه اللحظة لتعلن انطلاقة هذه المركز الثالث 6 دقائق 4 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني المسجل لهذه الاندفاعات.